عليكم، اهلا اخواني اخواتي كديري، لاباس عليكم؟ بخير، هاني صحتكم لاباس، اموركم على خير وبخير، احوالكم طيبه. وديما كنبدا خطيب في المقدمه ديال الفيديو بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. وكما كتشوفوا هذا الصباح، هذا الصراحه راه هذا الصباح مازال يلا وجدنا الفطور، دابا راه 11:30 هذه، يلا وجدنا الفطور وغنفطروا ان شاء الله باذن الله. وقلت نشارك معكم ما هي كي عند ان شاء الله. والله خوتي باش عاد الكاميرا وبديت كنهضر، والله ما عارفه شنو عندي فيه، بالله الحري العظيم راني وجدت تبرير بداتي. خلاص اسماء دخلت الجوج، كانت حتى هي يلا نوضت منعس هكا باش عاد الفطور هي ونخمل الدنيا تجمع معايا شويه باش نمشيو باش تفي المدرسه تاع الجوج. و انصاف خلاص راها جات، هي كانت فايضه داخله مع 8 خرجه مع 10، راها جات من المدرسه. انا خوتي ندخل مع الوحده، هادشي اللي كاين داخله حتى الوحده. والمهم الحوايج تما كما كتشوفش، ما تقولوش الحدا راني قبلت ما نوجد الفطور، داك الحوايج الماكينه يتصبنوا انت يوم الماكينه كدور حداكم راني خوتي جاني البرد بالساعات الكب عليا، والله العظيم بس بقيت كندور به انت درت بحال ديك الناس الكبار، تحيه ليهم. وهادشي اللي كاين اخوتي، المهم وجدت تبريد اتاي وكناكلوا اللي كتب الله، وان شاء الله باذن الله هنشارك معكم هالمهيار كما هو اللي درته ان شاء الله. هنشارك معكم طبيعه الحال واحد الكيكه عندي لها الوليدات ان شاء الله باش يديروا الكوتي. المهم هي اللي في بالي، الافكار هي اللي في بالي، ديك الكيكه نشاركها معكم. ما عندي لا فكره خوتي شنو ندير الغدا ما عندي لا فكره شنو ندير، هادشي اللي كاين. المهم ما عرفتش اخوتي شنو تندير الغدا، والله العظيم راكم عارفين كل مره مغربيه في بيتها راها كتصبح كتفكر شنو ندير الغدا لوليداتها. والله اخوتي هاد المحنه هادي بعدا كنقولها لكم بكل صراحه، راه هزاها كل مراه مغربيه، هزاها هاد المحنه هادي ديال الغدا، شنو عدير الغدا. هادشي اللي كاين اخوتي، والله العظيم ما عندي فكره شنو ندير الغدا. المهم نشوف شنو ندير لهم الغدا ونسول الوليدات شنو باغيات. انت الصوت مازال حيت مازال ما فقدت الصوت مشالي، انتوما انتوما حداكم انصاف كتسمعوها كتقول خصها اللوبيه. انا الصراحه وليداتي كيحماقوا على اللوبيه كما قلت لكم، راني كنقولها لكم شحال هذه كتعجبهم الصراحه اللوبيه. واحد الكاس ديال اتاي عمرتهم شحال، ها هو الصراحه كما كتشوفوه او سميتو. واللوبيه كتعجب الوليدات بزاف صراحه، هي كنبغيوها كاملين والله العظيم لا كنبغيوها. انا وليداتي اصلا محبين اللوبيه، فيما نقول لهم شنو ندير لكم الغداء كيقولوا لي اللوبيه. ما عندهمش هما مع داكشي ديال اللحوم، وهذا عندهم مع داكشي ديال الميه بخصوص اسحاق. اسحاق ما كيحملش، اسحاق ما كيعجبوش داكشي ديال اللحم، دير له قطنيه، دير له العدس، دير له اللوبيه بصراحه ما كيبغيهاش. هادشي اللي كاين، داك اللوبيه الحمراء حتى هي كيبغيها وصافي. هادشي اللي كاين. المهم اخوتي كنشاركوا معكم اليوميات ديالنا بلا زواق بلا نفاق بلا حتى شي حاجه اخوتي، طبيعيين كما حنا بلا حتى مونطاج والله العظيم اخوتي كنخليو الكلام كما هو، كنشاركوا معكم حياتنا كما هي، حياتنا الطبيعيه العاديه اليوميه اللي كنشارك مع وليداتي صافي. قلتكم ان شاء الله باذن الله غندوز نخمم الدويره ديالي ونشوف شنو نديرهم الغدا. دابا نشارك معكم اللي درتو الصراحه، نشاركوا معكم طبيعه الحال، وعندي لهم واحد الكيكه باش يديروا بها الكوتي ان شاء الله في العشيه. المهم اللي درتو نشاركوا مع خوتي ان شاء الله باذن الله وخواتاتي. خليكم معنا ان شاء الله كي غندوزو المهيار ديالنا. وهانتو وها حنا رجعنا معكم الحبيبات ديالي بعد ما حطينا الفطيار وفطرنا. شوفوا الحداقه، يا لاله ويا لاله وعلى الحداقه. انصاف ناضت قالت لك تجمع الطبله وعيجمعوا الصالون هي واسماء، قالت لها راني نعاونك شتو عندي بنتي حرقه، عندكم شي وليدات حرقين الله يخلي لكم وليداتكم اخوتي، الله سبحانه وتعالى يخليهم لنا ويبارك لنا فيهم ويصلحهم ان شاء الله باذن الله، وتكون ذريه صالحه لينا وليكم وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين. انتم اخوتي شوفوا ناضت كتعاونها واخا كتقول كتقول لها حيد ضحكوني والله العظيم اخوتي خليتهم، قلت لها كتقول لها حيدي خليني نجمع، كتقول لها لا خليني نعاونك، قالت لها نشطب انا نشطب والله العظيم بغيت نضحك معكم شويه، ضحكوني هما براسهم ضحكوني وخليتهم والله العظيم. كتقول لها خليني انا نشطب، انا براسي كديرها لي ملي كنمشي تشوفني كنخمل الصالون كتقول لي انتي شطبي انتي خملي الصالون وانا نشطب لك ماما الحصيره. كنقول لها كنخليها انا كندير لها خاطرها الصراحه وكنخليها. لمني اسماء راه كانت كذاب زي وياها كتقول لها حيدي من حدايا شوفوا اخوتي ديك الميكا ديال الطبله والله العظيم يلاه كي خديتها ولات مقند لحالتها لحاله، كلها شرقوها بالمواس كيكونوا كيقشروا عليها المنداري والتشين وداكشي وشرقوها صافي. قلت لهم حيدوا عليا لاحوها في الطرون ديال الزبل حشاكم تنولي نشري لها وحيده اخرى صافي. خليت لها ديك المنيدل قلت تنشري لها وحيده اخرى.
وهنا يا خوتي دست انا باش نوجد الغداء من بعد ما جمعوا لي هما ديك السويلان وداك الشيء الماء نجمعوا الطبيله وحطيتهم هنايا، راه الماء باقي ما غسلتهم الصراحه، راهم ورايا انا اللي غنغسلهم حيت اسماء داخله مع الجوج. يلا خملت لي داك الصالون وداك الشيء ومشات تلبس حويجاتها، خلاص طويت انا الفراش البيت ديال النعاس، طويت له ديك الملايات وجيت لهنا باش نوجد الغداء. عندي اخوتي كنت قلت لكم عندي اللوبيه، صدق ما دارش اللوبيه، الزوج ديالي جاب لي شويه ديال الدانت هكا ديال بيبي وصافي، رانا كنقطعو حيت جابو هكا كطريف هبرة، نقطعو هكا طريفات وعندي ربي ان شاء الله باذن الله نصاوب به هكا طويجين بلادان مع البصيله وصافي. هادشي اللي كاين مطيشه وشويه المعدنوس وتويمه وصافي، هادشي اللي كاين اخوتي. وعاد بس ندوز ان شاء الله نغسل داك المعنات وسميتو وصافي. دابا هنايا راني غنحيد ديك لادان عاد نغسلها ونديرها في الطويصه ونقرض عليه شويه ديال المعدنوس، راه هو يعني غسلته جبته هكا درته هكا كسمته وغسلته ونقطعوه هكا على شكل هاي هكا، بغيتو تدقوه بغيتو تقطعوه هكا، ولا عندكم الهشوار من الاحسن ديروه في ديك الهشوار، صراحه ما عنديش، قرضته هكا بيديا. هادشي اللي كاين اخوتي. مهم غنصب الغداء ونغسل المعنات وندوز نشارك معكم ان شاء الله واحد الكيكه اللي كتجي غزاله وما شاء الله خطيره الصراحه، اللي غنخليها للكوتي ان شاء الله نديرها للوليدات هكا في الكوتي. المهم اخوتي راني قشرت البصله وقردتها هنا باش ما يطولش عليكم لا فيديو هنايا ونبقى كقرض يا ما تقرض. هادشي اللي كاين عندي، درت تما كاينه راشي خمسه ديال البصلات اللي درت معني متوسطين ماشي كبارين بزاف، ودرت لهم جوج سنين فات ديال الثومه هما قردتهم مع داك البصيله صافي. والتوابل كندير الخرقوم والبزار والسكنجبير والفلفله حمراء، يعني كندير العطريه كامله وشويه ديال الكمون ماشي بزاف، هي واحد نص معلقه ديال الكمون. ان صفرها جات من المدرسه وراها كتقول لي شنو كطيبي لنا الغداء، قلت لها كندير لكم لادن، قالت لي علاش ما درتي لناش اللوبيه والله العظيم راه كتحمق على اللوبيه، قالت لي علاش ما درتي لناش اللوبيه حيت مشات للمدرسه وجات. قلت لها صافي باباك جاب لادن صافي نديروا لادن. هادشي اللي كاين اخوتي. مهم درت جويته بلديه، انا درت ملي كنكون بحال هكا عندي شي حاجه مشحره ولا مقليه كندير الصراحه زويته بلديه بوحديتها حلوه، ملا ما كنديرش روميه. درت لها شويه ديال الزيت بلديه واحد نص كاس مع ديك البصيله وصافي، غنخلط هكا ودرت لها شويه ديال الملحه. المهم الملحه كتبقى نص على حسب الكميه اللي درتو، درت شويه ديال الملحه واحد نص معلقه ديال الملحه صغيره، ومطيشه هنايا قرتها الدوائر قشرتها بطبيعه الحال، بغيتو تخليها مقشور بغيتو تقشروها نحيت لها داك القشره ديالها وصافي. دابا ندير ديك البصيله هكا نزلت واحد شويه مع ديك العطريه خلطتها مع ديك الزويته وضفت عليها ديك لادن وداك المعدنوس مقرض صافي. كنستفد دابا ديك مطيشه هكا يا دوائر بحال هاد الشكل صافي، وكنقص له على عافيه مهيله وكنزيدها واحد شويه ديال المليحه من الفوق على ديك مطيشه وصافي، كنغطيها وكنخليها طيب واحد نص كويس ديال الماء ماشي بزاف، تما كاينه راهي واحد شويه ديال الماء واحد نص كاس. وضفت لها كل عندي كل بليصه درت له الطيره، شوفوا البصله راكم عارفين راه درت البصله بزاف، ملي كتنقصوا لها البوطه راه اخوتي المقله كتعمر بالماء بلا ما تديروا لها الماء بزاف. هادشي اللي كاين اخوتي. دابا غنخلي ان شاء الله باذن الله الطويجن ديالي نغطيه ونخليه يطيب وندوزو باش نصاوبوا الكيكه. وحنا دوزنا اخوتي باش نصاوبوا الكيكه ان شاء الله باذن الله، اللي غنغشيها في الفران باش تبرد باش نزوق ان شاء الله باذن الله، باش بغيتي ديروا بها الكوتي في العشيه ان شاء الله. راه بصراحه شحال هما راغبين عليها الوليدات، وكل نهار كنقول لهم انا عنديرها لكم، والله اخوتي لا كل نهار كنقول لهم عنديرها لكم عنديرها لكم وراكم عارفين العجز مي كنساليو الغداء ونوجدوا الغداء الصراحه صافي كنعجزوا. هادشي اللي كاين اخوتي. عندي هنايا ثلاثه ديال البيضات، درت ثلاثه ديال البيضات، عندي كيس ديال الفاني وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الخل وواحد الرشه ديال الملح. المهم انا كندير وكنقول لكم التوابل، عندي ثلاثه ديال البيضات، درت لا فانيا قبيصه ديال الملحه ومعلقه ديال الخل، الخل الابيض انا درت اي نوع ديال الخل عندكم صافي. عندي كاس دلايل العنبه عامر بسنيده كنبقى نضيفها تدريجيا وكنخلط بالطراب الكهربائي، لا عندكم هي اليدوي ديروا اليدوي معليش بحال بحال، هي الصراحه هذا كيجيب الكيك خفيف اكثر، هادشي علاش كيجيب بهذا الطراب هذا كيجي الكيك خفيف صافي. عندي كاس العنبه كذلك ديال الزيت الروميه زيت نباتيه، عندي كاس حتى هو ضفته تدريجيا وانا كنطرب وانا كنضيف في الزيت تساليت، يعني كاس العنبه ديال الزيت، كاس سنيده، عندي جوج ديال الاكياس ديال عفوا ديال دانون، عندي جوج ديال دانون كبار لكم الاختيار ضيفوا جوج او واحد، انا الصراحه كانوا عندي جويجات ضفتهم هادشي علاش، يمكن تضيفوا واحد. وداك الدانون ديال البنان الصراحه جات فيها واحد النكهه ديال البنان خطيره وجات غزاله بدانون ديال البنان، شوف الانصاف فين هي حتى هي كدور حدايا حيت راه خرجت من المدرسه كما قلت لكم جات
وصافي الطويجن ديالي راه خليته يطيب، وانا دوزت نشرب الكيكه باش نخشيها في الفران باش تبرد ونزوقها على خاطرها. صافي دابا طربت العناصر اللي كان عندي اللي خصهم يطربوا، البيض خفيف، وصافي الطحين عندي شويه ديال الفرص مغربل صراحه، غربلته ديجا، راني غربلته بالغربل مزيان. إيه صافي كتقول لي راه ندي لك هادشي نحيدهم لكم على الطبله، راه قلت لكم راه عزيز عليها الصخره. وعندي هنايا ثلاثه ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلويات، خماره ديال الحلويات عندي ثلاثه ديال الاكياس. وصافي الطحين كنضيف الطحين تدريجيا صراحه، عينكم ميزانكم، راني ما درتش اخوتي بالعبر باش نقول لكم ما عبرش، راه المهم غربلت انا تما كاينه في الطبيصل شويه ديال الطحين ديال الفرس الرطب. وصافي وبديت كنضيف بالمعلقه، عيني ميزاني. المهم من ولا الخليط هكا ماشي خفيف وماشي ثقيل، صافي خليتو. هانتوما كتشوفوا معايا، قولوا لي واش كاينه شي حاجه، عينك ميزانك. والله اخوتي لا مره كندير بالعبر، ومره دابا كنت مزروبه الصراحه خصني نوجدها. وصافي هادشي اللي كاين، حيت باقي تابعيني واحد الزرده ديال المعرف في لاباب، وسمحت لهم تما قلت نزيد عليهم هذا ونغسل كلشي. هادشي اللي كاين قلت نصاوب الكيكه نحطها في الفران، وعاد باش ندوز ان شاء الله نغسل المواعن باش نتغداو. هادشي اللي كاين اخوتي، سمحوا لي على هاد الصوت صراحه، اللاطه انا عندي في هاد المول العجيب هذا اللي دهنته بشويه الزبده ورشيته بشويه ديال الفرس الرطب. وصافي غنضيف به الكيكه ديالي، نتوما شفتوا القوام ديالها والخليط ديالها. دابا ان شاء الله باذن الله نمشي نديرها في الفران بارد، وغنشعل عليها العافيه، وغنحطها من الجهه الفوقانيه حتى انا عندي فران الغاز، وننقص لها العافيه ونخليها على عافيه مهيله حتى تطيب على خاطرها، وكتجي اخوتي اروع ما ياكل. صافي ان شاء الله باذن الله نحطها في الفران. وصافي عندوز هنايا دوزت اخوتي باش نغسل هاد المواعنات. المهم راني ما شاركتهمش معاكم كلشي، راني كنت حكيتهم اخوتي حيت عيطوال عليكم الحمد لله عيطوال عليكم لا فيديو، راني شبعانه والله العظيم، اسمحوا لي اخوتي على هاد الفيديو. صافي المهم ما حكيت، قلت لكم مع الاول صراحه حكيتهم هكا بشويه ديال الاوني وجافير، درت هكا شويه ديال الفلوطه وجافير، ومهم درت لهم واحد الحكيكه. صافي دابا ندوز ان شاء الله باش نشللهم، وصافي عن ندوزو باش نتغداو. يعني ديك لادان الصراحه راه طاب كما كتشوفوا، عريت عليه دقته ولقيتو طاب الصراحه وتشحر. صافي قليت له العافيه، راكم ما كتبان لكمش العافيه مهيله، وخليته واحد شويه مهم هكا يتقلى. وصافي هادشي اللي كاين اخوتي، صافي راني دقته لقيتو طاب، ورا طفيت عليه البوطه هكا راه طاب دابا. وصافي اخوتي الكيكه ديالي راه طابت حتى هي في الفران، عندوز نوجد لها فلو. عندي هنايا نص سطر ديال الحليب لديك البلاصه اللي كتكون عندها محفره، عندي جوج، عندي كيس ديال، عفوا تلفت كيس كنشوف راسي كنزرب والله اخوتي ما كنعرف ما نقول. عندي نص سطر ديال الحليب، وعندي جوج اكياس ديال فلو ديال الفاني، هي ديال درهم عادي داك الصغير. درت جوج الاكياس، ودرت لها جوج طويبات ديال السكر ديال المرسو، درت لها جوج طويبات في نص سيترو ديال الحليب. صافي غنخلط هكا، نخلي حتى يغلي الحليب. شوفوا الكيكه اخوتي كي جات ذهبيه، تحمرت وجات غزاله ما شاء الله. وصافي هادشي اللي كاين هي هذه، راني قلبت على هاد الشكل هكا، ندخلها دابا للثلاجه ان شاء الله تبرد، وعندوزو باش نتغداو ان شاء الله، وغنصاوب لها فلو حتى هو، غنصاوبو في ديك اللاطه في ديك الحفيره اللي ديال سميتو، حيت الصراحه جاي خفيف، راني كنت بغيه نطخويه هنايا وصدق عتقد تشربوا لي الكيكه حيت مازال خفيف، واخا خليته تيبرد شي شويه مازال خفيف. ما تقلش اخوتي حيت ما عنديش النشا، درت له واحد المعلقه ديال النشا واختار، ولا مني راني درته في المول وخليته بوحديتو، خليته هكا هو يجمد في الثلاجه بوحديتو، والكيكه خليتها تبرد بوحديتها. وهي هذه الغديوه ديالنا الصراحه، نتغداو. جويري راه زرباتني قالت لي يلا نتغداو، يلا تخرجي معايا تشري، باغية تشري شي مونطه. هادشي علاش اخوتي شاركت معكم، ما شاركت معكم والو هاد الكيكه، مراني ما شاركتش معكم الزواق ديالها وداكشي. المهم خرجت معاها في العشيه، شريت واحد المونطه وواحد السروال وداكشي، وتجينا ان شاء الله باذن الله من الزنقه تغدينا وخرجنا اخوتي، وجينا وعاد زوقت لهم هاد الكيكه وحطيتها لهم، جبت لهم لافوكا، طحنت لهم شويه العصير ديال لافوكا. اللي بغى البنان طحن البنان، اسحاق هو عنده كاس البنان ما كيشربش لافوكا، طحنت له البنان مع الحليب، وحنايا طحنا راسنا لافوكا. وصافي هي هذه الكيكه ديالنا اللي جات الصراحه خطيره في المذاق، وداك فلو هو هذاك اللي شفتو راه درته ولا فداك الحفيره زوقتها به، والصراحه جمد وجا ولا اروع. شوفوا تبارك الله الدويكر كي جات. وصافي الدراري بغاوها مزوقه، جابوا لي ديك الحليوه زوقتها، درت لهم دانيط ديال الشكلاط وزوقتها لهم على هذا الشكل هذا، وجات اخوتي والله العظيم ما نعاود لكمش عليها، جات كتحمق اخوتي، جات فنه جات فتيه ورطبه بوحديتها كتذوب في الفم والله العظيم، الحاجه ديال الزربه الصراحه. وراني صوبتها زعما هي مزروبه راني ما عطيتهاش شي كان الحقيقه، حيت كنكون يعني كنت يدي بوحديتي، وهنا كنضرب هنا وهنا، راكم عارفين العيالات.
تبارك الله راه كل واحد عارف شغله وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. المهم كنتمنىكم اخوتي يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله، وهذا هو النهار ديالنا كي دوزناه، وكنتمنىكم اخوتي يعجبكم من الاعجاب ديالكم. اللي شاف الفيديو ديالي اول مره ما ينساش من لايك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، فضلا منكم وليس امرا. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.